السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نستعرض اليوم في هذا الفيديو أهم مميزات كاميرات نيكون الجديدة Z6II Z7II. من أهم المميزات اللي ضافوها حق الكاميرات، اثنيناتهم حصلوا على دول بروسيسر. يعني شنو؟ يعني في عندنا معالجين، واحد يمكن يعالج دقة الصور والانفورميشن فيها، ممكن الثاني يهتم بالفوكس وسرعة الفوكس ودقة الفوكس. راح يتيح حق الكاميرا أنها تعالج الأمور بشكل أسرع، راح يكون فيها بفر أسرع أنك أنت تاخذ صور زيادة في هذه المعالجات. اثنيناتهم طبعا حافظوا على الميجا بكسل، Z6II 24 ميجا بكسل والZ7II 45 ميجا بكسل، نفس الماجنيسيوم بادي، نفس مثبت الاهتزاز. من الاشياء الجديدة اللي ضافوها اللي هي الدول كارد، اللي كانت مطلوبة من كثير من المصورين، خصوصا مصورين الصحافة ومصورين الأعراس، أنك أنت تصور على كرت والكرت الثاني ياخذ overflow أو ياخذ backup، ما عندك مشكلة. طبعا الكرتين، واحد XQD والثاني SD. واحد يقول وده كان XQD اثنيناتهم، ولكن حفاظا على الحجم فغالبا الناس تصور بالXQD، تبي تاخذ backup تاخذ على SD كارد. من الأشياء اللي ضافوها كذلك الفريم بير سكند. Z6 حصلت على فريمين زيادة على 12 bit raw، كانت 12 وصارت 14 فريم. كذلك Z7 كانت 9 فريمات والآن صارت 10 فريمات على 12 bit raw. من الأشياء الإضافية المميزة اللي ضافوها اللي هي تصوير الفيديو، راح يكون 4K 60 فريم بير سكند، موجود حاليا على Z7II، والفيرموير الجديد على Z6 بداية فبراير 2021 راح يكون افيلبل هذا الفيرموير، ان Z6II راح تصور 4K 60 فريم بير سكند، راح يعطيك سموث فيديو على 4K، وهذا شيء وايد وايد ممتاز. من الإضافات الجميلة اللي هي MBN11 اللي هي الفيرتيكال جريب، راح يكون وايد ممتاز حق الكاميرا لما تضيف بطارية إضافية. مو بس كذا، راح يكون فيها الفانكشن بويت، فيها الشتر ريليز، انك تقدر تصور وتغير الإعدادات من هذه الكاميرا. مو بس كذي، تقدر لما تحط البطارية وتخلص البطارية تبدل البطارية والكاميرا قاعدة تصور فيديو، راح تاخذ البطارية هذه على طول من غير ما تطفي الكاميرا، تبدل بطاريتك وانت مرتاح. فهذه اضافه وايد وايد حلوه، تساعدنا وايد بالوايلد لايف والسبورت فوتوغرافي، وتعطينا بطاريه اضافيه حق اللي يحبون اللاندسكيب. كذلك فيها تايب سي الاوتبوت، بحيث انت تقدر توصلها في باور بانك، وحتى الكاميرا نفسها فيها اللي هو الباور بانك، تقدر تشبكها على الباور بانك والكاميرا شغاله تشحن من البطاريه. فتخيل انت عندك الحين منفذين تايب سي، واحد يكون مثلا على الجريب وموصل في باور بانك، والثاني يكون موصل على الايباد ولا اللابتوب مثل ما راح نشوف من الاضافات. فميزه الجريب او الفيرتيكال جريب هذه صراحه اضافه جدا رائعه من نيكون، وسعر تقريبا $390، يعني ممتاز، وانصح فيه صراحه حق اللي يتجهون حق الوايلد لايف والسبورت، او اللي يصورون مثلا تايم لابس طويل ويحتاجون وقت اطول للبطاريه. طبعا نقطة مهمة حق الفيرتيكال جريب هذا، هو متوافق مع Z6II والZ7II، نفس عدد نقاط الفوكس بالكاميرتين، 273 في Z6II و493 في Z7II، ولكن تم تحسين نظام الفوكس، سرعة الفوكس، دقة الفوكس، وضافوا شغلات وايد حلوة وجديدة على الفيس ديتكشن اللي هي الوجه والعين حق البشر والحيوانات عزكم الله. ايضا البرفورمانس او الاداء مال الكاميرا في الليل تحسن، الى لما يصير عندك مكان ظلمه الفوكس، قدره الفوكس صارت افضل. اج تو اج فوكس كفرج، يعني نقاط الفوكس مغطيه 90% من الشاشه تقريبا. كل الكاميرا الاي ديتكشن ضبطوا اكثر من قبل، اضافوا شغله وايد وايد حلوه. انت تخيل انت يكون عندك اكثر من شخص، اكثر من حيوان عزكم الله، اكثر من اسد، تمام؟ فانت تاخذ مربع، فالكاميرا تشوف شنو داخل هالمربع، اذا دورت وحصلت عين راح تلحق هذا العين داخل هذا المربع، فانت تقدر تتحكم بسرعه من الاشخاص الموجودين، فقط تحط مربع هنا، اي عين تدخل داخل المربع راح يصير لها تراك. فهذا وايد يساعدنا بالتكوين، اذا كان عندنا قطو مثلا قدام وورا او اسدين او تشيتا وتشيتا هنا، فانا احط مربع هنا ابي اركز على العين هذه، ما ابي تتدخل العين هذه. فوايد حلوه هالحركه وجديده اضافوها. كذلك الفوكس الاي ديتكشن راح يكون حاليا موجود في الفيديو، وانت تتحكم وانت قاعد تصور شخص بالفيديو راح يلحق العين، وهذه شغله حلوه ايضا. ومثل ما كان بالZ6 قبل كنت تصور 10 بت لوج عن طريق جهاز اكسترنال، كذلك موجود في Z6II Z7II انك تقدر تصور 10 بت لوج عن طريق اكسترنال الجهاز، وكذلك تقدر الحين تصور 12 بت
رورز رو او بلاك ماجيك رو فورمات عن طريق فيرموير يكون مدفوع حق الكاميرا، وهذا راح يكون متوفر في بداية فبراير 2021. السلو موشن في الكاميرتين فول اتش دي الى 120 فريم بير سكند. المثبت الاهتزاز مثل ما قلنا موجود، اللي بيحول من براند الى براند، ومتعود على نظام الفوكس يكون بالعدسات، يكون عكس نظام فوكس نيكون. الحين في فانكشن داخل عدسات الزي انك انت تخلي النظام هذا، فحتى عضلات ايدك قاعد ترتاح الحين انك تقدر تخلي نظام الفوكس مثل ما هو عكس او مع عقارب الساعة. كل المميزات كذلك الموجودة قبل في الزي 6 والزي 7 اللي هي المالتيبل اكسبوجر، الفوكس شيفت اللي هو حق الماكرو، حق اللي يصور مجوهرات وغيره، كلها تقدر تجمع 300 صورة مع بعض. الحين الاكسبوجر اكستندد الى 900 ثانية، فما تحتاج حتى ريموت حق اللي يحبون يصورون لاندسكيب، تايم لابس، يحبون يصورون مثلا درب التبانة او النجوم، عندك لي 900 ثانية تقدر تخلي السنسر هذا مفتوح. عندك 20 كرياتيف بيكتشر كنترول موجودين داخل الكاميرا تقدر انت تستخدمهم. كذلك بالكونكتيفيتي اضافوا شغلات وايد حلوة. الحين قبل تاخذ الكرت وتحطه بالكمبيوتر، تنزل الملف تحطه بالكرت، بعدين تاخذ الكرت تحطه بالكاميرا وتسوي ابديت حق الفيرموير، الحين هذه القصة كلها انتهت مع الابديت الجديد حق الابليكيشن مال نيكون اللي هو سناب بريدج. الحين مجرد ما تفتح الموبايل راح تبعث الابديت وايرلسلي حق الكاميرا، وهذا وايد راح يوفر وقت ويسهل الامور. عارف ناس يمكن كان لازم يروح الورشه عشان يسوي هاللوية كلها، الحين بالابليكيشن تقدر تسوي تحديث الكاميرا. طبعا تقدر انت تنزل على الريموت، عندك ريموت كاميرا اللي هو مثلا الايباد والايفون، تنزل ال4K كامل، تنزل الرو فايل كامل بدون اي مشاكل عندك. اخيرا تقدر تتحكم بالكاميرا بالكامل عن طريق الموبايل، عن طريق الابليكيشن، ففي تحديثات وايد حلوة على الابليكيشن. الكونكتيفيتي ايضا مثل ما تكلمنا عن الزي 5 ضافوها على الزي 7 2 والزي 6 2. الحين مجرد ما تاخذ كيبل التايب سي ما تحتاج اي وصلات اضافية، تقدر توصلها على طول باللابتوب والكمبيوتر، بحيث انك تطلع لايف في برامج السوشيال ميديا، اليوتيوب، الانستغرام وغيره، بدون اي قطع اضافية كنا نبحث عنها ونشتريها وتكون غالية الثمن. الحين بس كونكشن واحد، كيبل واحد، عن طريق الويب يوتيليتي اللي نزلته نيكون حاليا في بيتا فيرجن، تقدرون تنزلون على الماك وعلى الويندوز وتجربون في ان تطلعون في لايف، او يعني whatever live streaming انت تبي تطلع فيه. تكلمنا عن الون كيبل هذا نفسه التايب سي، تقدر تشبكه على البطارية، اذا كان عندك اللي هو الجريب راح يكون فيه بعد ايضا وصلة، تقدر تحط مثلا جريب على الواير مال الجريب تحطه على باور بانك، الواير الثاني من الكاميرا على اللابتوب وتطلع ستريمينج ساعة ساعتين ثلاث اربع بدون ما تحاتي، خاصة اذا كنت اوت دور. سعر كاميرا الزي 6 2 تقريبا 2000 دولار، نفس سعر الزي 6 لما نزلت. كذلك الزي 7 ايضا سعرها 2999، يعني تقريبا 3000 دولار، نفس سعر الزي 7 القديمة. باقي الاشياء تقريبا مثل ما هي، البادي، الشاشه نفسها التلت، تقريبا هذه ابرز مميزات الكاميرتين الجدد من نيكون. ابي اسمع رايكم تحت بالكومنتس، شنو رايكم بالمميزات هذه، شنو تتوقعون زياده راح يصير عليها تطوير او كاميرات قادمه، شنو اكثر شيء يعجبكم وشنو تتمنون ينضاف على هذه الكاميرات. بالنهايه لا تنسون لايك وشير وسبسكرايب، ونشوفكم ان شاء الله لما توصلنا الكاميرات هذه ونسوي عليها ريفيو عملي ونعطيكم راينا فيها باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.